وبركاته. اهلا بيكم النهارده معانا فيديو جديد من قناه مرمون فاشون. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده توك للبنات بالاستيك اللي بنشتريه للساده ده. هنعمل مع بعض غرزه الورده، وباي خيوط بواقي عندك تقدري تزيني بيها التوك. اهي شكلها جميل قوي قوي، وكمان بتبقى بتحمي الشعر من ان هو يتقطع في قلب الاستك لما بيتحط في الشعر لوحده كده. تمام، هنشوف بقى مع بعض ازاي هنشتغل غرزة الوردة. معايا عندي الاستك الروز ده، انا عاملة اللي هي التوكة الحمراء دي على الاستك اكبر شوية، ده الصغنن شوية. هنعمل غرز حشو على 45 غرزة. تمام، 45 غرزة غرزة حشو، هبطن بيهم التوكة علشان ابدأ عليها الغرزة بتاعتي، لان غرزة الوردة بتبقى عايزة غرز حشو عشان بنعد السلاسل تحت واحنا بنشتغل. تمام كده، اهي غرزة الحشو لفتين وبطلع على طول، ما فيهاش سحب خيط. تمام كده، اهي هعمل 45 غرزة على مدار الأستك، وبعد كده بقى هنشوف هنعمل غرزة الوردة ازاي. متنسنيش بقى في اللايك والسبسكرايب والشير لعل حد يستفيد، فضلا وليس أمرا. أحلى إخوات. تمام، خلصنا. هو بقى هنا غرز الحشو بتاعتي، هبدأ اسحب بقى منزلقة زي ما احنا متعودين بنقفل الشغل بتاعنا بالمنزلقة، وهطلع 6 سلسلة. هي دي الوردة بتاعتي، 6 سلسلة دول هما دول الوردة، هتشوفوا دلوقتي هتتكون ازاي. تمام، طلعت ب6 سلسلة، هعد 3، يعني هدخل في وسط الستة دول في التالت سلسلة، وادخل عمود بلفة. بقى كده عندي عمودين اللي هما ال3 سلسلة والعمود بلفة اللي انا عملته، اعمل معاه كمان عمود واعمل تاني 3 سلسلة وانزل اقفل بيهم على البتلة دي. اول بتلة كده اتكونت معايا في غرز في الوردة بتاعتي اللي احنا هنشتغلها. هطلع تاني 3 وادخل برضو 1 عمود بلفة، 2 عمود التالت، الرابع بقى بيبقى 3 سلسلة بنزل اقفل بيهم على البتلة. تمام كده، هي كده البتلة اتكونت معايا، بتتكون معايا من 4 عواميد، منهم 3 في الاول سلسلة و3 في الاخر سلسلة، وفي الوسط عمودين بلفة. هعمل 5 بتلات في وسط العين اللي احنا دخلنا فيها اللي هي الغرزة التالتة دي، دي هتبقى مركز الوردة اللي انا هدخل فيه واعمل فيه ال5 بتلات. خلاص كده عرفنا البتلة بتتكون من ايه، من 4 عواميد، منهم 3 سلسلة في الاول و3 سلسلة في الاخر و2 عمود بلفة في الوسط. تمام كده، ممكن برضو تعمليها 3 بتلات، شكلها حلو برضو بال3 بتلات على فكرة، يعني على حسب ذوقك وعلى حسب عينك ما بتشوفي الحاجة تقدري تشتغلي وتكملي شغلك. تمام، هنخلص بقى ال3 بتلات، ال5 بتلات، خلصنا 3، هنخلص اهو كمان مرة معاكو، 1 اول عمود 3 سلاسل، التاني عمود بلفة عادي، التالت عمود بلفة عادي، الرابع 3 سلاسل، بنزل واقفل عليهم بمنزلقة على ال3 عواميد اللي قبليهم، ونشد الشغل معانا كده عشان شغلنا يبقى مظبوط ومشدود كده وحلو، والوردة تطلع بصريحة كده وباينة. تمام كده، خلاص دي اخر بتلة هعملها، اهي 3 برضو سلسلة و2 عمود بلفة و3 سلسلة
بنقفل على البتلة. تمام كده، اهي الوردة طلعت معايا. ايه رأيكوا بقى في شكلها؟ اهي شكلها جميل وشكلها حلو اوي، ولما بيبقوا كتير بقى بتبقى لذيذة جدا. هننقل ازاي على التانية بقى؟ هطلع بك من سلسلة وعد 1 2 3 وانزل بمنزلقة واروح طالعة بستة سلسلة. عرفتوا ليه بقى انا عملت وبطنت الاستك بيه غرز الحشو؟ عشان الغرزة بتعتمد على العدد. هبدأ اعمل تاني نفس البتلات في الغرزة التالتة من الست سلاسل، وادخل فيها في نفس الغرزة 5 بتلات تاني للوردة، وبكون عليها الوردة التانية. تمام كده، انا كده عملت معاكم اهو وردتين. بنخلص الوردة بناخد 2 سلسلة من ورا ونعد 1 2 3، ندخل في التالتة منزلقة، وبعد كده بطلع عليهم ب6 سلسلة عشان ابدأ في تكوين الوردة اللي بعديها. تمام، سهلة جدا والله، مفيهاش اي حاجة، وبتتعمل بكل الغرز بكل الالوان وكل الخيوط، بتبقى جميلة اوي اوي وشكلها حلو. خيط الحرير غير خيط القطن غير خيط الصوف، انا طبعا شغاله بخيط صوف، ممكن تعمليها بخيوط سميكه. لو هتشتغلي مشاريع كبيره ممكن تبقى حرف كوفيه، ممكن تبقى حروف للمفارش، حروف للفوط، حروف للملايات. جميله جميله، غرزه لذيذه قوي، تعمليها ملونه حروف للمفارش الكروشي برضو. تمام كده، اهي قفلنا على البتله ب3 سلاسل. ارتفع تاني اخر بتله اهي بقى، وتالت سلسله 3 سلسله، عمود بلفه، عمود بلفه تاني 3 سلسله، اقفل على البتله. تمام كده، يا رب يكون الشغل واضح وما يكونش سريع ولا حاجه. ال2 سلسلة بقى، وهعد 3 سلاسل من تحت، وابدا ان انا اعمل الورده اللي بعديها. كده خلصت معايا، هتشوفوها بقى بعد ما خلصت الورد كله، هتشوفوا شكلها لذيذ ازاي وجميل. كده خلصت معايا اهي الوردة، هتشوفوها دلوقتي اهي. خلصت كده كل الوردات كلها اهي مطبقة على بعض. لو انت عايزاها تبقى واسعة شوية، بدل ما تخشي في الغرزة التالتة خشي في الغرزة الخامسة، تبقى الوردات جنب بعض اهي. كده هي خلصت معايا التوكة، يا رب تكون عجبتكم، تكون سهلة الطريقة بالنسبة لكم. نورتوني وشرفتوني، احلى اخوات، وتحية خاصة لهوانم اليوتيوب، منوريني وشرفيني، سعيدة ان انا معاكم النهاردة في الفيديو. يا رب التوفيق للجميع، الله المستعان، ودايما ان شاء الله مع بعض في الخير، امين يا رب العالمين. احلى اخوات، وفاء الشيخ، صافي، هالة البدوي، ام حبيبة، بسمة امل، ام احمد، دايما يا رب متجمعين مع بعض في الخير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم رحمة الله وبركاته.